خلينا بقى نروح لحاجة تانية، والاتحاد المصري لكرة القدم اللي أعلن خريطة طريق انتخاب هنا يعني لمجلس الإدارة الجديد، ودعا لعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد هنا عن طريق الانتخاب، ودعوة 129 نادي لحضور كمان الاجتماع بيمثل الجمعية لتمثيل يعني الجمعية العمومية. وقرر الاتحاد فتح باب الترشيح للانتخابات، ده هيكون غدا 14 ديسمبر وبيستمر حتى الرابعة مساء الاثنين المقبل 20 ديسمبر. وأكد الاتحاد أيضا أنه هيتم مراجعة كافة الشروط الواردة في اللائحة ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافية. كمان هتقام الانتخابات في ظل متابعة من الاتحاد الدولي لكل خطواتها.